يمكن الايام دي احنا بنعيش كلنا الاجواء، كلنا قاعدين في البيت، في تكامل اجتماعي، اهالينا حوالينا، احنا حواليهم، معانا موبايلات ومعانا سوشيال ميديا، لكن الموضوع قل قوي والناس قربت من بعض اكتر. عشان كده فكره الافراح الاونلاين هي التكنولوجيا احنا مستخدمينها في الموضوع ده فعلا، وليها دور مفيد جدا، ولكن كمان قدرت تحقق فكره التباعد الاجتماعي. احنا معانا صور على الشاشه من فرح كان في الارجنتين، والفرح ده كان المفروض العرايس يتجوزوا يوم 26 مارس، وكانوا مجهزين كل حاجه وحاجزين قاعه الفرح وعاملين دعاوي لحوالي 400 شخص، وفجاه ومع انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات وفي حظر وفي حجر صحي، كل الانشطه الترفيهيه وكل القاعات والاوتيلات قفلت، وللاسف الفرح اتلغى. عشان كده هم عملوا فكره الفيديو كونفرنس زي ما احنا شايفين كده على الشاشه، كل زمايلهم او صحابهم معاهم على الانترنت وبيحتفلوا واتجوزوا وانبسطوا. القصه بقى ان الاثنين قرروا طبعا ان هم لما يحتفلوا بجوازهم اونلاين بدات طبعا المراسم فيديو، هم حاولوا يدوروا على هم عملوا الفيديو مع اعضاء الكنيسه الانجليه والمعازيم كانوا بيتفرجوا على المراسم الفرح او مراسم الزفاف من خلال الفيديو لايف. نقلنا الموضوع بشكل مختلف، المعازيم خليكم معانا اونلاين، اللي هيجوزوهم في الكنيسه دول يبقوا داخلين معاهم في فيديو مش عارف ايه، هم حبوا يعملوا جو بالمناسبه. يعني هو طبعا في فرق بين الزواج الديني والزواج المدني، المفهوم ده بره موجود ومترسخ جدا، فممكن هم عندهم اوبشن ان هم ما يتجوزوش جواز ديني مثلا او يروحوا الكنيسه، بس هم حابين يعيشوا التفاصيل دي، هم حابين يعيشوا الاجواء دي بالظبط. اصل الحياه هتمشي، يعني هنعمل ايه؟ والله فكره حلوه، ما يمكن قدام شويه الناس تبدا تتجوز اونلاين، مش كل حاجه بقت بالتكنولوجيا دلوقتي. صحيح صح. مش بقى يعني يمكن التكنولوجيا حلت ازمه دلوقتي، التعليم ممكن المأذون كمان ياخد البيانات من الاكونت على طول، مش لازم ما مش عارفه بقى حته المأذون دي هو لازم يبقى موجود، يعني انا مش عارفه المأذون او يعني الجواز هل التوثيق بيبقى عن طريق الانترنت ولا بيبقى في اجراءات ورقيه لسه لازم يكملوها؟ اكيد كل التفاصيل دي هتتحل مع الوقت، لانه احنا بنتعايش مع الوضع الحالي.